بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في كتابه الكريم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون لكي نمهد السبيل إلى التعايش في أوساط الأمة، نحن بحاجة إلى إرساء ثقافة الاختلاف؛ لأنه كما ذكرنا، فإن الاختلاف حقيقة كونية، يجب على الإنسان لكي يستثمر هذه الحقيقة الكونية، ويستفيد منها استفاده ايجابيه ان يتعامل مع هذه الحقيقه تعاملا صحيحا فحينما كان الاختلاف حقيقه كونيه يجب على الانسان ان يعمل لكي يرسي ثقافه الاختلاف في المجتمع والاختلاف غير الخلاف لأن الخلاف هو نقل الاختلاف إلى النقاط السلبية، هذا هو الخلاف، ولكن الاختلاف هو اختلاف الأشخاص، وتغير إنسان عن إنسان آخر في أمور متعددة. ثقافة الاختلاف بحاجة أن تمكن في نفوس الناس لكي يتمكن الإنسان من الاستفاده الايجابيه من الاختلاف وحينما نرى الرسول صلى الله عليه واله يقول اختلاف امتي رحمه معنى ذلك ان هذا الاختلاف اذا استفيد منه استفاده ايجابيه يتمكن الانسان من التقدم لان الدين الاسلامي ليس مختصا بعرق من الاعراق او قوميه من القوميات ولا هو مختص بلغه من اللغات وانما هو عام يشمل جميع اللغات يشمل جميع القوميات والاعراق يشمل جميع الالوان فهذا التنوع في المسلمين وان الاسلام هو قانون لكل البشريه على اختلاف انواعها وليست كبعض الاديان نزلت او يتوهم اصحابها انها نزلت لعرق من الاعراق فهو شعب الله المختار، الاسلام ليس كذلك وانما من اسرار قوه الاسلام انه جاء عاما لكل البشريه ومن الطبيعي الدين الذي هو عام لجميع البشريه ويدخله الناس من اعراق مختلفه ومن الوان مختلفه ومن لغات مختلفه يكون هذا الدين جامعا لهؤلاء ونفس هذا التنوع وهذا الاختلاف يتحول الى رحمه ان تمكن الانسان من الاستفاده الصحيحه من هذه الحقيقه الكونيه فهي كسائر الحقائق الكونيه اذا احسن الاستفاده منها تتحول الى نقطه ايجابيه ولكن إذا أسيء الاستفادة منها تتحول إلى نقطة سلبية ولارساء ثقافة الاختلاف نحن بحاجة إلى عدة أمور الأمر الأول ومن أهم تلك الأمور هو الحوار الإيجابي بغية تمكن كل إنسان من إبداء وجهة نظره وبيان مقاصده ان الحوار هو الطريق البناء لكي نستفيد استفاده ايجابيه من الاختلاف وهو الركيزه الاولى في ثقافه الاختلاف، اذا نحن نراجع الى النصوص الدينيه نرى الله عز وجل هو الذي بدا بالحوار مع انه هو الخالق وهو الرازق وكل الأمور بيده وما يفعله صحيح مئة في المئة ومع ذلك نراه هو الذي بدأ الحوار مع مخلوقاته لكي يعطيهم الفرصة ليعلموا مقاصده وليبينوا مقاصدهم وليتبين لهم مواطن الخطأ في أفكارهم أو في تعاملاتهم فمثلاً حينما الله عز وجل اراد ان يخلق ادم، الله عز وجل لا يُسأل عما يفعل لانه الخالق ولان كل الامور بيده. وانما المخلوق هو الذي يُسأل، ولكن مع ذلك نرى الله عز وجل يعطي فرصة للملائكة لكي يسألوه ولكي يبينوا وجهة نظرهم. حينما الله عز وجل قبل ان يخلق ادم قال للملائكة: "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة"، كان الله عز وجل يتمكن من أن لا يبين لهم هذا الأمر وإنما يخلق بدون أن يكون حق لأي إنسان في الاعتراض أو حتى في السؤال أو حتى في الاستفهام، ولكن مع ذلك الله عز وجل ذكر لهم هذا الأمر إني جاعل في الأرض خليفة وبعض المفسرين يذكرون انه لعل الله عز وجل ذكر لهم هذا الامر قبل ان يخلق ادم عليه الصلاه والسلام لاجل ان يبدا حوارا معهم ولكي ينقل هذا الحوار في الكتب المقدسه كالقران الكريم لكي نتعلم نحن ايضا اداب الحوار ولعل هذا كان من مقاصد الله عز وجل كما يقول بعض المفسرين فالله عز وجل ذكر لهم اني اريد ان اخلق في الارض خليفه فحينما الملائكه راوا ان الله عز وجل سمح لهم بالكلام وبالسؤال فهنا وجهوا سؤالا لله عز وجل قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هذا السؤال لم يكن اعتراضا وانما سؤال استفهام الله عز وجل بين لهم انه يريد ان يفعل فعلا وسمح لهم بالنقاش وبالحوار فحينما سالوا ان هناك علامه استفهام موجوده في اذهاننا لماذا هذا الخلق الله عز وجل للاجابه عليهم كان يتمكن ان يقول اني انا الخالق وأفعل ما شاء ما أشاء ولا يحق لكم الاعتراض ولكن أو السؤال لأن الملائكة لم يعترضوا وإنما سألوا ولكن مع ذلك أراد أن يقنعهم بصحة عمله والمصلحة في عمله مع أنهم كانوا يعلمون بأن الله عز وجل ما يفعله إنما هو عن مصلحة وإنما حتى يتضح لهم وجه المصلحة الله عز وجل بعد أن خلق آدم علم آدم الأسماء ثم بطريقة عملية بيّن لهم الحكمة في خلق آدم بأنه خلق أفضل منكم ثم مهد لذلك بأن علم آدم الأسماء وبعد ذلك سأل الملائكة عن تلك الأسماء فلما قالوا بأننا لا نعلم الله عز وجل قال لآدم أنبئهم بأسمائهم فلما آدم عليه السلام أنبأهم بأسمائهم الله عز وجل عملا اراهم ان الخلق كان فيه حكمه، هم كانوا يعلمون ان الخلق فيه حكمه ولكن هذا كان علم نظري الله عز وجل اوصله الى مرحله الاقتناع عن طريق الحوار وعن طريق الاستدلال العملي على صحه هذا الكلام، فاذا الله عز وجل مع انه الخالق والرازق وكل الامور بيده يسمح لمخلوقاته بان تسال وهو الذي يثير الحوار في اذهانهم ويثير السؤال في اذهانهم لكي يتبين لهم حكمته المطلقه فاذا الله عز وجل يفعل هذا الفعل فلماذا نحن نبتعد عن هذا الامر ونضع بيننا وبين الاخرين حواجز بحيث انه لا نلتقي بهم ولا نكلمهم ولا نحاورهم. اذا ناتي الى الرسول صلى الله عليه واله نجد ان رسول الله صلى الله عليه واله كان يحاور اي واحد كان ياتي عند رسول الله عليه الصلاه والسلام وعلى اله اذا كان عنده اعتراض او سؤال او استفسار وكان يسال الرسول كان يجيب اذا الطرف كان يناقش الرسول كان يسمح له بالنقاش حتى انه حينما جاء النصارى من نجران الى رسول الله صلى الله عليه واله نجد ان رسول الله ناقشهم، القران ايضا يقول انه ناقشهم يا رسول الله واذا وصل النقاش الى طريق مسدود بحيث انه حصل هناك لجاج وعناد نوكل الامر الى الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم يعني تبدا بالحوار وانت كلامك كلام منطقي وعلمي، منطقي وعلمي، وكلام الطرف المقابل لم يكن هناك فيه منطق ولا علم، وانما كان فيه عناد، اذا وصل الى هذه المرحله فكل الامر الى الله عز وجل، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. مع ذلك يعني مع ان الطرف المقابل يعاند مع ذلك نكل الامر الى الله عز وجل ونجعل الله عز وجل هو الحاكم وهو الذي يطرد الكاذب من رحمته وحتى انه نجد في هذا هذه المرحله حينما وصل الكلام الى والحوار الى طريق مسدود بسبب تعنت هؤلاء النصارى وعنادهم الآية لا تقول فنجعل لعنة الله عليكم، أيضاً تراعي أدب الحوار وتعمم المسألة فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أي واحد كاذب. ولذلك نجد في آية أخرى الرسول صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الله عز وجل يعلم رسوله والمؤمنين كيفية التكلم، لا تقول أنا على حق مبين وأنت على باطل مبين. وانما انا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين وكذلك حينما نرجع الى سيره الائمه المعصومين عليهم الصلاه والسلام نجد هذا الامر واضحا كانوا يحاورون حتى اذا كان الشخص الذي ياتي متعنتا ومعاندا يبداون بالكلام معه والحوار معه والاحتجاج معه اذا وصل الامر الى طريق مسدود لا يعامل مع الطرف معامله قمعيه، وانما يوكل الامر الى الله عز وجل. فنحن بالحوار نتمكن من تعديل تصور كل واحد عن الاخر اذا كان تصوره خاطئا، لان ابتعاد المجتمعات بعضها عن البعض الاخر وكذلك ابتعاد افراد المجتمع الواحد بعضهم عن البعض الاخر هذا يؤدي الى تصورات خاطئه في كثير من الاحيان يحدث سوء فهم وبسبب التصور الخاطئ الانسان يحكم حكما خاطئا لان تصديق الشيء فرع تصوره فاذا كان التصور خاطئا يكون التصديق ايضا خاطئة. ثم اذا الانسان حكم حكما خاطئا يمارس ممارسة خاطئة. فالتصور هو اساس التصور الخاطئ هو اساس الممارسة الخاطئة. التصور الخاطئ يقود الى التصديق الخاطئ وذلك يقود الى الممارسة الخاطئة والسلوك الخاطئ. ولكن اذا ارتفعت الحواجز النفسية والحواجز التي تجعل بين المجتمعات وبين افراد المجتمع الواحد وتصطنع تلك الحواجز وحدث هناك حوار بين افراد المجتمع. هناك كثير من الاحيان الانسان يكتشف ان تصوره عن الاخرين في كثير من الاحيان كان تصورا خاطئا فيؤدي الحوار الى تعديل التصور الذي يؤدي بالنتيجه الى تعديل السلوك ولذا نجد ان الكفار المشركين الذين كانوا يعارضون الاسلام كان سلاحهم الكبير منع الناس من الاستماع الى القران الكريم لماذا لان الناس يتصورون تصورا خاطئا باعتبار الدعايات السوداء ضد الاسلام فحينما كانوا ياتون ويستمعون الى القران الكريم هذا كان يؤثر فيهم يغير تصورهم أحد الأشخاص جاء سمع بأن رجلا ادعى النبوة في مكة فقال أذهب إلى مكة وهناك أستمع إلى كلام هذا الرجل فإن وجدته كاذبا قتلته وأرحت العبادة والبلاد منه وإن وجدته صادقا اتبعته فحينما جاء إلى مكة واستمع إلى القرآن أثر القرآن فيه وأسلم في إيه هذا الشخص أثر القرآن وأسلم وهذا الشخص هو أبو ذر رضوان الله تعالى عليه باستماعه للقرآن الكريم تأثر بهذا الكلام وأسلم وأصبح من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فلذا المشركون لاحظوا أن انقطاع الناس عن الاستماع إلى القرآن الكريم هو سبيل لأن يتمكنوا من غرز دعاياتهم السوداء في عقول الناس ونفوسهم. فلذا من جملة كلامهم كانوا يقولون: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لم يكن الهدف الوصول إلى الحق، وإنما الهدف الانتصار للباطل والغلبة لأجل ولمصلحة هذا الباطل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وفي آية أخرى الله عز وجل يصف حال بعض المشركين والكفار بأنهم جعلوا أصابعهم في آذانهم يجعل أصابع في آذانه حتى كلام الله عز وجل لا ينفذ إلى قلبه وحينما كان ياتي رجل غريب الى مكه المكرمه كانوا يقولون له لا تستمع الى كلام هذا الرجل. لماذا؟ لانهم يعلمون ان الاستماع الى هذا الكلام كفيل بتصحيح كثير من التصورات ولذا نجد ان الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام حينما كان اسيرا في الشام جاءه رجل كبير في السن وقال له ما معناه الحمد لله الذي قتلكم واسركم واذلكم وامثال ذلك. فالامام عليه الصلاه والسلام راى ان هذا الرجل رجل قد غفل قد الدعايات السوداء قد اثرت فيه فقال له يا شيخ اقرات القران؟ قال نعم، يعني اقرا القران. فقال له اما سمعت كلام الله عز وجل قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى؟ قال نعم. قال نحن القربى فحينما تبين للرجل انه كان مخطئا اعتذر من الامام في قضيه مفصله فالحوار يقود الانسان والمجتمعات الى تعديل تصورات بعضهم عن البعض الاخر وتعديل التصور يؤدي الى السلوك السليم والصحيح والخطا في التصور يقود الانسان الى سلوك خاطئ فاذا ينبغي علينا ان نتعامل مع الاختلاف الكوني الذي جعله الله عز وجل في نفوس الناس تعاملا صحيحا لكي نستفيد من هذه الحقيقه الكونيه استفاده صحيحه ثم هذه الاستفاده الصحيحه متوقفه على ارساء ثقافه الاختلاف في صفوف المجتمع واول مقدمه في هذا الامر هو اللقاء والحوار، اللقاء والحوار كفيل ب توضيح الافكار للبعض من البعض الاخر ولتصحيح الرؤيه ونحن نستوحي من هذا الكلام الصادر من رسول الله صلى الله عليه واله حيث يقول اختلاف امتي رحمه ان الاسلام دين يجمع جميع عناصر البشر من قوميات ومن الوان ومن لغات وان هذا التنوع هو سبب قوه الاسلام فالحضارة الاسلامية نجدها استفادت من مختلف القوميات ومن مختلف البقاع ومن مختلف الناس الذين دخلوا في الاسلام وهم كانوا من اعراق وقوميات والوان مختلفة فهذا الاختلاف رحمة على الامة الاسلامية شرط ان يستفاد منه استفادة صحيحة كسائر الحقائق الكونية التي هي رحمة للانسان اذا الانسان استفاد منها استفادة صحيحة ادت به الى شاطئ الامان، واذا كانت استفادته خاطئه تحولت الى شيء يخرب حياه الانسان، كالمطر اذا استفيد منه استفاده صحيحه بجعل السدود وقنوات خاصه يتحول الى رحمه، ولكن اذا لم يستفد منه استفاده صحيحه يتحول الى سيل، وهذا السيل يهلك العباده والبلاد. نسال الله عز وجل ان يوفقنا لان يكون لنا تصورا صحيحا عن الآخرين وأن نحاورهم بالطريقة التي قالها الله عز وجل وأمر بها الإسلام ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى هذا هو آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس باعمق البركات تحيا العقول اذا انار طريقها نور الهدى